أن افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بفكركم أن رمضان شهر عبادة، لا شهر مسلسلات ولا عزايم، شهر عبادة، صيام وصلاة وقراءة قرآن وشغل. محدش يسيب شغله، محدش يسيب شغله خالص، اشتغل نفس شغلك بس الفترة اللي فاضي فيها تبقى عبادة. وفكركم تاني ان احنا فطار وغدا وعشاء، فطار غدا عشاء، اوعى تبقى صايم وتاكل مرة واحدة. وعلى فكرة هو ده عيب العزايم، انت العزايم هتضيع لك التراويح، مش معقول هتاكل وتجري، مش ممكن هتقعد مع الراجل اللي عزمك فضيع لك الصلاة ووكلك الطريقة غير صحية. بر الوالدين ما اعتقدش حد مش حافظه، يعني ما اعتقدش. الأب والأم دول لهم منزلة غير عادية عند ربنا سبحانه وتعالى، غير عادية. يوما ما لقيت واحد جاي لي في العناية المركزة يقول لي أنا عايز والدي بس أدخله عندك. قلت له خير، أنا بدخل المرضى. قال لا هو كويس، هو سنه 80 سنة بس أنا رايح أصيف أنا ومراتي وعايز أخليه في مكان آمن يعني. قلت له طب ما تاخده معاك. قال لا أصل الكيمياء بينه وبين مراتي مش حلوة وأنا عايز أريح وكده. والله العظيم أنا كنت هضربه، أقسم بالله العظيم أنا كنت هضربه. قلت له كيمياء؟ كيمياء إيه يا راجل؟ أبوك، أبوك اللي ربنا وصاك عليه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بص اللي جاي بقى، إما يبلغن فين؟ عندك، عندك في بيتك. ممنوع الأب يكبر في بيته ولا الأم تكبر في بيتها، ممنوع. إما يبلغن عندك الكبر، يعني اللي أبوه سنه كبير وعايز يوديه بيت مسنين أو مصحة أو كده، هو مقصر جدا جدا، لازم يبقى عندك في البيت، ده أنت تشيله فوق دماغك. في موقفين ليوم القيامة، موقفين هقولهم لكم تعرفوا منزلة الأم والأب إيه. أنا طبعا مش هقول لكم منزلة، كلكم عارفينها طبعا، ده احنا إيد أبويا دي تتباس لحد ما توفى، وإيد أمي تتباس لحد ما توفت، ومش هتعرف إلا بعد وفاتهم، مش هتعرف أنت مقصر ولا إلا بعد وفاتهم، فليه تحط نفسك في الموقف ده؟ موقفين ربنا قالهم في القرآن. موقف الفرار، بجري يوم القيامة، قال الأم والأب يوم يفر المرء من ضمن اللي حيفر منهم أمه وأبيه، خلاص. وموقف تاني الافتداء، أدخله بدالة جهنم المجرم، أدخله بدالة، ما قالش الأم والأب، ما جاش سيرتهم في الفرار. يعني حجري من امي وابويا، ما هو يوم بقى هول، انما افتدي لا، ما فيهمش ام واب. فربنا سبحانه وتعالى دايما يذكر عبادته يليها دغري طاعه الام والاب. هتقول لي طب انا ابويا 80 سنه، هقول كلمه ما يصحش تتقال بس هقولها، خرف وعايزنا نبيع البيت وعايزنا نبيع الارض وكده، فهل الواجب اسمع كلامه؟ اتحطت كلمه في الايه، كلمه بس تريحك تماما وما تقلقش بتاتا. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين. تتكلم للصالح مفيش مشكله، مش ههينه بس مش هنفذ. يلا يا اولاد بيعوا البيت ده، ده خراب بيت لو اتباع، ده حي. ربكم لما ابتدي ما اعملش اللي ابويا قالوا عليه، اتحطت لي الايه، اتحطت لي عشان ابقى مرتاح. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين. ربنا شايف بقى، هل انا بعمل كده بضايقه ولا لصالح الاسره؟ واحد كبر وممكن يكون قراراته مش صح،
ممكن جدا جدا جدا. فده يعني حاجة من الحاجات المهمة جدا يا أولاد، طبعا أولاد صغيرين، طبعا ما بكلمش حد كبير، أنا بكلم الصغير. تيك كير. الراجل اللي اتجوز مراتك هتعامل أمك وأبوك إزاي؟ وأنت اللي اتجوزتي جوزك هيعامل أمك وأبوك إزاي؟ دول مقدسين، مقدسين، مفيش حاجة اسمها حما وحماه، مفيش حاجة اسمها كده، ده أب وأم. مهما عمل هو أب، مهما عملت هي أم. تذكر بدل ما تلاقي نفسك يوم القيامة وبتصلي وبتصوم وكل حاجة وعملت ما لا يرضي الله في الأم والأب. نكمل بعد الفاصل إن شاء الله.